تعليق لوحات فيها آيات قرآنية في البيت أو في السيارة لطلب البركة، هل هذا جائز؟ هذا ما هو جائز، هذا السلف ما كانوا يعملون هذا، وهم أحرص منا على الخير وعلى حب القرآن. القرآن يحفظ في الصدور ويتلى بالألسن ويعمل به، ولا يعلق لوحات ولا للتبرك، ما ليس هذا من عمل السلف الصالح. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا يعرض هذه المكتوبات للإهانة، تسقط هذه اللوحة، تداس، المجلس اللي فيه يحصل فيها فيه لغو ويحصل فيه شر، هذه من الإهانة للقرآن. نعم.